السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذنا وتلميذاتنا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله اليوم سوف نقدم درسا في مادة الاجتماعيات مكون التربية على المواطنة. هذا الدرس بعنوان كيف أحمي نفسي وكيف أحمي غيري، يخص هذا الدرس المستوى السادس ابتدائي. إذا دعونا الآن نتعرف على أهداف الدرس. أهداف الدرس هي: الهدف الأول أعي بدوري في حماية نفسي. الهدف الثاني أتعلم كيف أساهم في حماية نفسي وحماية غيري. والهدف الأخير أتعرف وأتعلم ما معنى قيمة الاحترام والتضامن. كما تعلمون جميعا كأطفال نتذكر قصة ليلى وما حصل لها مع الدين، فلنستحضر أحداث هذه القصة وكيف تعرضت ليلى للاعتداء من طرف الذئب، ومن هنا نتعلم كيف نحمي أنفسنا مما قد يضر بنا. تقول اتفاقية حقوق الطفل في المادة 42: من حق الأطفال معرفة حقوقهم والمساهمة في صيانتها، يعني المساهمة في حمايتها. إذن فكيف أحمي نفسي بنفسي وكيف أحمي غيري، وما هي السلوكيات التي يمكن أن أتخذها لحماية نفسي وغيري؟ هذا ما سنتعرفه في الأنشطة التالية. أتعرف كيف يمكنني أن أحمي نفسي بنفسي. النشاط الأول، سنقرأ حكاية أحمد ونجيب على هذه الأسئلة. أراد أحمد لأول مرة صباح يوم الأحد الماضي أن يزور صديقه الذي يسكن في القرية المجاورة. كان الجو مشمسا، ارتدى ملابسه وخرج مسرعا ناسيا أن يخبر والديه بذلك. ولاختصار الطريق اختار أحمد المرور من غابة بدت قريبة من هدفه، لكنه لم يقدر المسافة الحقيقية. لم يلاحظ أحمد أن شخصا غريبا كان يلاحقه إلى أن وضع يده على كتفه. فزع أحمد، يعني خاف، وكاد يتعرض للاعتداء لولا مرور فلاح بالصدفة. إذا الأسئلة حول هذه الوضعية وحكاية أحمد: هل كان بإمكان أحمد رغم صغر سنه أن يحمي نفسه؟ اذكر الأخطاء التي تدل على أن أحمد لم يكن واعيا بالأخطار التي يمكن أن تهدد سلامته، وماذا كنت أنت أو أنت ستفعلين مكان أحمد إن كنت خارجة أو خارجا لزيارة أحد الأصدقاء؟ من خلال وضعية قصة أحمد يمكن أن نستنتج ما يلي: نستنتج أنه كان بإمكانه حماية نفسه رغم صغر سنه، وذلك بإخبار والديه واصطحاب أحدهما لمرافقته عند صديقه. ويرجع سبب ما حدث لأحمد عدم وعيه بالأخطار التي كانت تهدد سلامته بسبب هذا السلوك الذي قام به. إذن قلنا إذا كنت أنت أو أنت مكان أحمد، فيجب عليك دائما أن تقوم بأخذ إذن والديك عندما تريد أن تقوم بشيء معين أو زيارة أحد الأصدقاء. إذن نمر للنشاط رقم 2. لدينا حوار يدور بين أحد الأصدقاء، صديق خالد ويوسف. قال خالد ليوسف: هل تريد أن تكون صديقي؟ فأجابه: نعم. ثم قال له: هناك شرط، عليك أن تسرق كرة سامية. فأجابه يوسف: لا 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 أريد أن أسرق. فقال له خالد: ظننتك تريد أن تكون صديقي. فأجابه يوسف: أكون صديقك ولكن دون أن أسرق. فقال له خالد: اسرق الكرة وأهديك قلم الحبر الذي يعجبك. وفي الأخير أجابه يوسف: لا لا توقف عن إزعاجي أو أخبر المدير. إذن هنا هذا الحوار يدور بين صديقين. خالد يطلب من صديقه أن يسرق لكي يصبح صديقه، ولكن يوسف يرفض ذلك.
الأسئلة المرتبطة بهذا الحوار: لماذا رفض يوسف طلب خالي؟ ماذا ستفعل لو كنت مكان يوسف؟ خالد ويوسف صديقان، هل العلاقة التي تربط بينهما تبرر أن يستجيب يوسف لما يطلبه منه خالد؟ إذا تقومون بالإجابة عن هذه الأسئلة، لنمر إلى الاستنتاج الذي سنحصل عليه من خلال هذه الوضعية. نستفيد من هذا النشاط مصاحبتنا للأخيار أنهم يرشدوننا إلى الهداية والأعمال الصالحة، ويعلموننا الخير إذا جهلنا، ويسقوننا من طيب أقوالهم وحسن أفعالهم. يعني دائما يجب أن نختار الرفقاء الصالحين. وبالنسبة لرفقاء السوء، فإنهم لا يرشدوننا إلى فعل الخيرات، وإنما يرشدوننا دائما إلى ارتكاب المعاصي، كما فعل خالد مع يوسف فقد أجبره على السرقة، ويعملون دائما على إتمام مصالحهم على حسابنا حتى وإن كان ذلك فيه ضرر، سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا. نمر للمثال الثاني. هناك حوار دار أيضا بين سارة وسامي وعلي وريتا. سارة تقول: يزعجني السيد سعد جارنا بقبولاته المتكررة كلما التقى بي. فأجابها سامي: وما الذي يزعجك في ذلك؟ فقالت له سارة: لا أريده أن يمس وجهي كل مرة، جسمي ملك لي، لا أريد أن يمسه أحد. فأجابها سامي: في بعض الحالات ليس لدينا اختيار. ثم قال علي: لماذا ليس لدينا اختيار؟ إذا مسني أحد محدثا لي إحراجا لا أسكت عن ذلك، أخبر والدي أو أتحدث على الأقل لشخص أثق فيه. ريتا: نعم، نتحدث عن ذلك ولا نعتبره سرا. إذا عندما قال سامي ليس لدينا اختيار، فإن قوله هذا كان قولا خاطئ. فلا بد للأطفال أن يعلموا أن جسمهم شيء خاص بهم، ولا يمكن لأحد أن يمسه أو يزعجهم. وإذا وقع لهم مثل ما وقع لسارة، فيجب أن يخبروا أحد والديهم أو الأشخاص الذين يثقون بهم. نمر لحالتين لدينا في هذا الجدول. الحالة الأولى: ذهبت عند الطبيب الذي فحصني بيديه ليشخص مرضي. إذن عندما يفحصني الطبيب فهذا أمر طبيعي، ولكن إذا لمسني شخص مسببا لي إحراجا وقال لا تقل لأحد، هذا سر بيننا، فهذا أمر غير طبيعي، يجب أن أقوم بالتحدث به مع والدي. بالنسبة لآخر نشاط: أتعلم كيف أحمي نفسي وأساهم في حماية غيري. نزلت سكينة إلى مرآب العمارة لتأخذ دراجتها، وكانت منتبهة لما يجري حولها، فرأت شخصا غريبا يقترب منها ويسألها عن اسمها، مقدما إليها علبة حلوى. حست سكينة بخطر، فاستجمعت قوتها بسرعة وتذكرت ثلاث أشياء حفظتها عن ظهر قلب عند وقوعها في الاعتداء الجنسي الذي تعرض له صديقها حسن قبل شهرين: أثق في نفسي وأتحكم في الوضع. أول شيء: أقول لا وأعبر عن ذلك بجسدي بأخذ مسافة بيني وبين الشخص الغريب، ثم أقول لا بصوتي وبقوة ليصل صداه إلى محيطي. فاجأت سكينة الغريب الذي كان يخطط للاعتداء عليها، فتراجع بسرعة في نفس اللحظة التي دخل فيها أصدقاؤها إلى المرآة برفقة الحارس. إذن السؤال الأول يقول: ما الذي أنقذ سكينة من خطر الاعتداء؟ أنقذها ما كانت تلقته من توعية، فقامت بالتحكم بنفسها وعبرت عن قولها لا بأخذ مسافة بينها وبين الغريب، وقالت بأعلى صوتها أنها تتعرض للأذى حتى تدخل أحد سكان الحي.
سؤال ثاني، لماذا يتعين طلب النجدة بمجرد الإحساس بالخطر؟ يجب علينا دائما كأطفال عندما أن نحس بخطر أن نطلب النجدة لكي لا تكون العواقب وخيمة. كيف ساهمت تجربة حسن عندما تعرض للاعتداء في حماية سكينة وغيرها؟ ساهمت هذه التجربة في توعية سكينة وباقي الأطفال في التصدي للاعتداءات الجنسية. نتعرف الآن على بعض السلوكات التي أحمي بها نفسي من الاعتداء الجسدي. أول، نستطيع قول كلمة لا إن شعرنا بالخطر وعدم الأمان، ونقدر أيضا رفض المطلوب منا في أي موقف نشعر فيه بعدم الارتياح مهما كانت الشخصية التي تطلب منا فعلها، وألا نخاف من العواقب حتى في حال تقدم أحد أولئك الأشخاص بالشكوى. ثانيا، أن لدينا مساحة من الخصوصية التي يجب على الجميع احترامها، وأنه لنا أشخاص موثوقين في كل مكان، المنزل والنادي والمدرسة وأي مكان نرتاده بصفة دورية. هؤلاء الأشخاص نستطيع اللجوء إليهم في حالة تعرضنا لأي خطر في من أي نوع، أي أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم مصدر ثقة. ثالثا، يمكننا اللجوء إلى الصراخ في حالة اقتراب شخص معتد علينا ليتدخل أحد المارة أو الأصدقاء لضمان سلامتنا. أرصد الآن بعض الوضعيات المرورية وأستخلص كيف أحمي نفسي بنفسي من حوادث الطريق. كما تلاحظون في الصورة الأولى والصورة الثانية، هذه سلوكات طائشة من طرف الأطفال يمكن أن تؤدي بحياتهم. إذن كيف أقوم بحماية نفسي في وضعيات مرورية؟ أحمي نفسي من حوادث الطريق باحترام الأضواء الثلاثة وقطع الطريق في المكان المخصص للراجلين والسير على الرصيف في المدينة. هذا الشيء خاص بالأطفال الذين يقطنون بالمدينة. أما في البادية فأسير على الرصيف المقابل للسيارات ولا أقطع الطريق إلا عند خلوه من السيارات، وكذلك السكة الحديدية إلا في المكان المخصص للراجلين وعدم مجيء القطار. إذن كملخص لهذا الدرس، كيف نحمي أنفسنا؟ لأحمي نفسي من سوء المعاملة يجب أن أتحلى بالأخلاق الحسنة وتجنب كل سلوك قد يثير غضب الآخرين، ورفض كل شكل من أشكال سوء المعاملة قد أتعرض لها، والاتصال بإحدى الجهات التي عليها حمايتي عند الضرورة وتقدير قيمة جسدي ومنع أي كان من المس بحرمته بأي شكل من الأشكال. وأخيرا، أن أدافع عن غيري وأحميه أو أتصل بالجهات المسؤولة للتدخل. إذن هذه بعض الصويرات توضح لنا كيف نحمي أنفسنا. أولا، لا أقبل أن أجلس في حضن أحد ولا أقبل أن ألمس أعضاء أحد، يعني أن أحمي نفسي من الاعتداء الجسدي. الصحبة الصالحة، يعني يجب دائما أن أختار صديقا صالحا وأبتعدا من رفقة السوء. وثالثا، كما قلنا، أن أحمي جسمي فهو ملكي، وإذا تعرضت للاعتداء يجب أن أستخدم قوتي وصوتي والمسافة الخاصة بي لكي أدافع عن نفسي. هنا نكون قد أنهينا درس مادة الاجتماعيات. موعدنا إن شاء الله في درس مقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.